بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. تعودنا نسمع من مثلث الطوبة والرحمات قداسة بابا شنودة ان كل ايام المؤمن مقدسة، كل ايام الانسان المسيحي مقدسة، لكن اقدس ما فيها ايام الصوم الكبير، واقدس ما في ايام الصوم الكبير اسبوع الالام، واقدس ما في اسبوع الالام او ايام اسبوع الالام اليومين الاخرانيين هو الحقيقه الجمعه العظيمه اللي هي بكره، لكن انا عايز اضيف لها كمان النهارده خميس العهد، لانه مقدمه الصليب من ناحيه، ومن ناحيه تانيه انه اسس فيه اعظم الاسرار وهو سر الأفخارستية، التناول، أعطانا جسده ودمه وأعطانا حياته كلها فيه. عشان كده لا أعتقد أنه يوجد أي لسان بشري أو شفتين ترابيتين يمكن أن تصور عظمة أحداث هذين اليومين الأخيرين من حياة رب المجد على الأرض قبل القيامة، مليانين بالأحداث، بالمشاعر، العواطف، التعليم، الوصايا، الصلوات. لكن بصلواتكم أرجو أنه ربنا يعطينا بعض التأملات في أهم الأحداث في هذا اليوم. هناخد من كل بستان زهرة، لأنه مش ممكن لو هنتكلم عليها واحدة واحدة هنقعد لبعد بكرة، فاخترت لكم بعض اللقطات المهمة اللي مفروض أننا نعرف. من أناجيل الصباح وأحداث الصباح، النهار كان أهم ما فيها حاجتين: غسل الأرجل وسر التناول الأفخارستي. سر التناول أنا كتبت لكم في كتاب ممكن أنكم تاخدوه من المكتبة أو جايز تلاقوه على الترابيزة وأنتم داخلين الكنيسة، لكن اللي مش واضح في الأذهان هو موضوع غسل الأرجل. نلاحظ أنه حياتنا الروحية وخلاصنا بينقسم إلى ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولانية هي التوبة، مرحلة البداية. المرحلة الثانية هي الثبات في المسيح والثبات في هذه التوبة. المرحلة الثالثة هي النمو، النمو المستمر، نمو في محبة الله، نمو في الإيمان، نمو في الرجاء، نمو في كل الفضائل. مرحلة التوبة بتعبر عنها غسل الأرجل. معظم الناس بياخدوها ببساطة كده على إنه درس رائع في التواضع. هو طبعا درس رائع في التواضع، لكن مش كل حاجة. ده كان لازم قبل يسبق التناول، وعشان كده لما بطرس حب يتمنع ويقول له مش ممكن تغسلني ابدا وبتاع، قال له ان لم اغسلك فليس لك معي نصيب. فالمساله اهم من مجرد درس في التواضع. ده اغتسال وتطهير وتوبه. كان زمان الشوارع مش مرصوفه، وشوارع تراب وأحجار، وبيلبسوا زي صنادل كده أو شباشب، مش جزم مقفولة حتى زي دلوقتي، فكانت رجليهم بتتوسخ وتتطين، فكان لازم تتغسل رجليهم باستمرار. لما قال لبطرس إن لم أغسلك فليس لك معي نصيب، قال له طب إذا كان كده بقى لا، ده أنا مش مستعد أضحي بحياتي الأبدية معاك وأضحي بنصيبي فيك، لكن يبقى حميني بقى كله، اغسلني راسي ورجلي. وقال له لا، الحمام ده بيشير للمعمودين.
الذي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه فقط لأنه طاهر كل. اللي اغتسل الأول أدي اغتسال المعمودية ميلاد جديد وتطهير وحياة جديدة وميلاد من السماء وميلاد من الروح القدس الماء والروح، دي مرة واحدة بنحصل فيها على تجديد الطبيعة بحالها. فالإنسان العتيق بيغرق في مية المعمودية، الشيطان بيغرق في مية المعمودية، بنعمل طقس جحد الشيطان، بتتكلم الأم عن الطفل وتقول أجحدك أيها الشيطان، وترفع إيدها اليمين عهد أجحدك كل أعمالك الشريرة والنجسة وأفكارك على إنها، وبعدين تستدير ناحية الشرق وتنقل الطفل من الشمال لليمين من الظلمة للنور، وتقول أقبلك أيها المسيح إلهي وكل نواميسك، وأؤمن بإله واحد والكنيسة واحدة وقيامة الجسد أساسيات الإيمان، على إنها لما يكبر الطفل ده هتعلمه وتحفظه وتطبق الكلام ده عمليا في حياته، وتقول له إن أنا خدت المسؤولية دي بالنيابة عنك في الطفولة بتاعتك، ودلوقتي أنت كبرت بقى ومفروض إن أنت تعرف إن أنت ما أنتش خاضع للشيطان ولا مملكة الشيطان ولا نظامه ولا نواميسه، لكن أنت تبع المسيح. فهنا في المعمودية بيبقى الاغتسال اللي بتتغير فيه الطبيعة بتاعتنا، والطبيعة جديدة، طبيعة سماوية، طبيعة روحية يسود فيها الروح القدس على حياتنا، خصوصا بعد رشم الميرون اللي هو بيشير لحلول الروح القدس بدل وضع يد الآباء الرسل. لكن لأنه كل بعد ما تعمدنا ما زلنا نخطئ، يعني مش بس المعمودية، كل الأسرار ما بتديناش عصمة وما بتديناش كمال، لكن بتدينا خلاص على إننا هنكمل نمشي في طريق الخلاص ده وننمو يوم بعد يوم لغاية لما نوصل السماء. فرجلينا اللي ماشية في العالم بتتوسخ نتيجة بعض الخطايا بتجيلنا من هنا ومن هنا، واحتكاكاتنا مع هذا العالم ومع الأرض والأرضيات، فيبقى من حين لآخر لازم تتغسل رجلينا. ده بيشير إلى سر الاعتراف، سر التوبة والاعتراف. فمفروض أنه كل واحد منا يبقى له أب اعتراف وما نستهترش بهذا السر اللي وضعه المسيح نفسه مرة في موضوع غسل الأرجل، ومرة لما نفخ في وجوههم وقال اقبلوا الروح القدس من غفرتهم خطايا غفرت لهم من أمسكتموه عليه أمسكت، وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فعشان كده قالوا إن دموع التوبة بمثابة معمودية تانية، لأنها بتعيد قوة المعمودية وعمل المعمودية فينا لما بنتوب عن خطايانا ونجدد عهدنا ونشعر بالندم على الخطية وناخد قوة وعزم إننا نقاومها وما نستسلمش ليها. بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، عايزة مقاومة مستمرة سواء خطايا الفكر أو خطايا الكلام أو خطايا العمل، كل دي محتاجة لمجهود زي ما بيقول إن كان البار والصديق بالجهد يخلص، يعني عايزة مجهود، عايزة جهاد، نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. صحيح النعمة بتشيلنا وبترفعنا وبتقوينا وبتسلحنا وبتنصرنا، لكن احنا لازم عندنا الرغبة، الرغبة العميقة الداخلية، محبتنا للمسيح تدفعنا لهذا، محبتنا للسماء والحياة الأبدية تدفعنا لهذا، خوفنا من اننا نمشي في طريق غواية الشيطان ونروح جهنم تدفعنا لهذا. فعلشان كده غسل الأرجل بيشير إلى الطهارة، قال لهم أنتم طاهرون كلكم ولكن ليس كلكم، كان بيشير ليهوذا، أنتم
طاهرون ولكن ليس كلكم. الحاجة الثانية بشير للتجديد زي ما قلنا، وتلاقي آيات كثيرة في الكتاب بتكلمنا على كده وتقول أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم فتحفظون وصاياي وأحكامي وتعملون بها. وعلشان كده أحب أحفظكم ثلاث شواهد مهمين عن إزاي العهد الجديد ده اللي عمله المسيح بدمه وبالتناول واللي كان مقدمة له غسل الأرجل وبتدينا نوع من التجديد والثبات فيه. إنه في أرمية 31 عدد 31 يقول ستأتي أيام أقطع فيها معكم عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائكم ولم يثبتوا فيه اللي هو جبل سيناء، لكن عهدا جديد. والعهد الجديد ده ان انا هأضع نواميسي ووصاياي في داخلكم واضع روحي في داخلكم. وهنا المسيح نفسه هيجي يسكن في داخلي. دي أرمية 31 ما ننساهاش. أول نبوة عن الواضحة عن عمل النعمة في سر التناول. جه كررها الرسول بولس في عبرانيين 8:8. أنا ليه بقول ثلاث شواهد سهلة؟ لأنه نمرة العدد زي نمرة الأصحاح. فعبرانيين 8:8 قال بفكركم بالنبوة إن ربنا قال هقطع معكم عهد جديد ليس زي اللي قطعته مع أبائكم ولم يثبتوا فيه، وحاجة عن نواميسي ووصاياي في داخلكم وروحي فتعملون به ولا أعود أذكر خطاياكم فيما بعد. نيجي بقى للتنفيذ بقى بتاعها في متى 26:26. المسيح يقول وأخذ خبزا وبارك وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي مكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري، وأخذ الكأس وقال هذا هو دمي المسفوك من أجلكم الذي للعهد الجديد، دمي الذي للعهد الجديد. فيبقى قلنا بتاعت النبوة روح بالتفصيل أرمية 31:31 وكررها بولس الرسول في عبرانيين 8:8 والمسيح حققها في متى 26:26 في يوم تأسيس هذا السر اللي فيه ادانا نعمة الثبات فيه. كمان بص نلاقي إشارة إلى الاستعداد، الاستعداد في غسل الأرجل زي الاستعداد للتناول غسل الأرجل. متخانق مع واحد، زعلان مع واحدة، مخاصمين حد، أسأت إليه، إن كان أساء سامح، إن كنت أنت اللي أسأت أو أنا اللي أسأت نعتذر عن غلطنا ونصالحهم. وعلشان كده القداس بيبتدي بصلاة الصلح إن ربنا صالحنا معاه، والشماس يقول قبلوا بعضكم بعضا، مش بس اصطلحوا، حبوا بعض، والقبلة اللي هي رمز الحب كله لازم تبقى موجودة في هذا الجسد الواحد، جسد المسيح على الأرض. فأدي فيها الاستعداد. عشان كده يقول اللي بيتقدم للتناول بدون استحقاق ده بياخد دينونة لنفسه. فلازم عشان ناخد استحقاق المسيح قال إن أخطأ إليك أخوك روح له وصالحه، سيب قربانك واصطلح أولا مع أخيك وبعدين يبقى تعالى قدم القربان وإلا مش هيتقبل منك. استعداد. وبعدين فيها تواضع زي ما قلنا ان السيد والرب والخالق وملك الملوك يقعد تحت رجلينا ويغسل رجلينا واقذارنا، منتهى التواضع تطعن كبرياءنا. عشان كده لازم نتعلم منه درس التواضع ثم درس الخدمة. قال انتوا فاهمين اللي انا عملته معاكم زي ما انا عملت، اعملوا انتم ايضا كده، اغسلوا بعضكم ارجل بعض. مش مقصود بيها طبعا حرفيا لان دي عادات قديمه فات عليها الاف السنين والدنيا اتغيرت، لكن مقصود اننا ننفذ الكلام ده، الاغتسال، الاستعداد، التواضع، الخدمه، اننا نشوف ايه الخدمات اللي نقدر نعملها لاخواتنا وازاي نقدر نعيش معهم بالمحبه.
المحبة طبعا أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. الموضوع اسمه أقدر أسميه نجوم قريبة من الشمس، أو عندنا نجمين النهاردة اللي هما يهوذا وبطرس. هتقول لي يهوذا ده تعتبره نجم؟ أقول لك في آية بتقول كده في رسالة يهوذا، يهوذا الثاني ليس الإسخريوطي اللي قبل سفر الرؤيا، ودي أصحاح واحد في عدد 14، يقول على ناس اللي زي يهوذا وقايين وعيسو وشاول وديماس اللي ترك بولس الرسول شريكه في الخدمة وأحب العالم الحاضر، يقول إيه؟ نجوم تائهة محفوظ لها كتام الظلام إلى الأبد. كان نجم لأنه كان قريب قوي من المسيح، وكان واحد من الرسل، واداله كمان منصب في وسط الرسل الاثناشر أمانة الصندوق، كان معاه مسؤوليات كبير، وأرسله في الخدمة وأخرج شياطين، ويمكن شفى مرضى وشاف إقامة لعازر وشاف كل معجزات المسيح، وكان محسوب ومعدود واحد منهم زي ما قال عنه بطرس الرسول في أعمال واحد. هذا النجم رغم قربه الشديد من المسيح، واحد من الاثناشر اللي عاشوا معه 3 سنين يوم بيوم، استطاع الشيطان أن يفترسه بسبب نقطة الضعف اللي فيه، وهي الخيانة ومحبة الفضة، محبة المال. ضيعوا فيه. المسيح حذره عدة تحذيرات، يعني نلاقيها واضحة في كلمة الله كذا مرة. المسيح يحذره وينبهه لبشاعة الخطية دي والخيانة. فمرة يقول أنتم كلكم أنتم طاهرون لكن ليس كلكم، ومرة يقول كان خيرا لذلك ابن الإنسان ماضي، لكن ويل لذلك الإنسان اللي حيسلم به، كان خيرا له لو لم يولد. يعني مصيره مظلم قاتم رهيب، كان أحسن له ما تولدش خالص. ومرة تنبيه تاني يقول واحد منكم سيسلمني، الذي يغمس يده في الصحفة معي، يعني كان قريب قوي منه أنتيم، بيكون طبق اللي جنبه. ومرة رابعة لما يعني ما بنتش قوي دي، أم قال الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. أظن بقى يعني فاش بقى فصال بعد كده. نمرة 5 لما كل واحد سأل هل أنا يا سيد، هل أنا يا سيد، أم يهوذا الآخر بيسأل، عايز يغطي على الخيانة بتاعته والعملة السوداء بتاعته اللي عملها، فقال له هل أنا يا سيد، قال له أنت قلت. كلام واضح وصريح زي الشمس. وبعدين مرة سادسة يقول له ما تريد أن تفعله فافعله بأكثر سرعة، يلا خلص الشغلانة بتاعتك والاتفاق بتاعك والمؤامرة بتاعتك. انه راح لرؤساء الكهنة برجليه ويقول لهم طب تدوني ايه، تدوني كام وانا اسلمه لكم. فقال له يلا روح نفذ اللي انت. نمرة 7 لغاية اخر لحظة، ولغاية لما جاي يسلمه يقول له يا صاحب لماذا جئت؟ أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟ لسه صاحبك يا رب. شوف قد ايه المسيح رقيق ولطيف في كلامه. لسه صاحبك؟ ما قالوش يا خاين يا مجرم يا ناكر للجميل يا اللي ما تستاهلش يا اللي ما، زي ما بنعمل احنا كده ساعات مع الناس في كلامنا ولا بتاع. يقول له يا صاحب لماذا جئت؟ يعني هتضيع نفسك ليه؟ تضيع نفسك ليه؟ والقبلة اللي هي علامة الحب تصير علامة للخيانة. أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ فإداله تحذيرات كتير خالص. في ناس تسأل وتقول هل هو يهوذا كان مسير؟ مش بيقول في نبوات عنه؟
في ثلاث نبوات عنه. نبوة في مزمور 41 بتقول آكل خبزي رفع علي عقبه. نبوة في مزمور 55 بتقول ليته كان عدو كنت احترس منه، لكن ده صديق الذي كانت تحلو لنا معه العشرة. مزمور 109 يقول لتصر داره خرابا ووظيفته يأخذها آخر، أحب اللعنة فأتته ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه. نبوات كتير. فواحد يقول طيب مدام كان معروف انه هيعمل كده وفيه نبوات عنه، طب ما الرجل بقى كان معذور مسير؟ نقول لا، ما كانش مسير أبدا. ربنا ادانا حرية اختيار، حرية إرادة. وأذكر مثل كان قاله متنيح الأرشيديكون عياد عياد، ده كان أستاذ الوعظ في الكلية الإكليريكية ومن مؤسسين جمعية أصدقاء الكتاب المقدس في القرن الماضي. قال لازم نفرق بين ثلاث حاجات: علم الله السابق، وإرادة الله، وتدخل الله. دي ثلاث حاجات، عناصر منفصلة عن بعضها. الله علمه السابق، الله يعرف كل شيء مقدم. إرادته صالحة وعايز خلاص الكل. اللي عمله من أجل خلاصنا الفداء اللي عمله على الصليب. طب ما إيه ده؟ إزاي كان مكتوب وكان لازم يتم المكتوب؟ هل تصور أن عندك فصل فيه 30 تلميذ والمدرس شرح الدرس كويس قوي للكل وبما يكفي لنجاحهم، وبعدين جه في الآخر يعني بنسأله بخبرتك أنت شايف إيه؟ الكل حينجح؟ يقول لا، في ثلاثة المشاغبين اللي ورا دول هيسقطوا، ما بيذاكروش، ما بيحضروش، بيزوغوا محاضرات، مش نافعين باين عليهم، ما يعرفوش حاجة خالص. تظهر النتيجة وفعلا الثلاثة دول يسقطوا. يبقى هو اللي سقطهم؟ لا. هل هو كان عايزهم يسقطوا؟ لا. هل هو أثر في حقهم؟ لا، هم اللي سقطوا نفسهم بإهمالهم واستهتارهم. أما أن نكون عارف فده ما غيرش في النتيجة، عارف من أعمالهم. قال أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، ربنا شايف كل حاجة، المستقبل مكشوف قدامه زي الماضي والحاضر. فعلمه لا يتدخل في هذا. لو كانوا نجحوا كان حيبقى عارف أنهم حينجحوا. ما هو مرة برضو واحد سأل البابا شنودة في أحد مجالس المسكونية للكنائس، أسقف ما أعرفش جنسيته إيه، فبيقول انه سألني السؤال ده، قال لي هو ربنا كان عارف ان ادم حيخطئ وحيتحكم عليه بالموت والطرد؟ قال له طبعا كان يعرف. قال له ثم كان خلقه ليه؟ قال له لانه كان عارف انه حيفديه وانه حيخلصه. برضو زي ما هو عارف انه حيخطئ كان عارف انه حيرتب له خلاص ويرتب له فداء وانه حيخلص. فمعرفة الله ما بتتدخلش هنا، يعرف كل شيء، النتيجة اللي بتحصل كده أو كده إرادة الله. طب نيجي للتطبيق بقى. يا رب أنت عايز الناس دي تخلص كلها؟ يقول الله يريد جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. طيب يا رب انت عملت ما يكفي لخلاصهم؟ قال عملت اقصى ما يمكن عمله، ما يكفي لخلاص اشر الخطاة. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. كل من يؤمن، كل من يقبل الي لا اخرجه خارجا، تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. طيب يا رب انت عملت اللازم لخلاصه وإرادتك صالحة لخلاصه، لكن انت شايف هل الكل حيخلص؟ يقول لا، مش الكل حيخلص. قايين حيضيع، يهوذا حيضيع، شاول حيضيع، عيسو حيضيع، كل دول لأنهم اختاروا
هذا الطريق الخاطئ. فما نخلطش هنا بين معرفة ربنا، وما نقدرش أبدا نلتمس عذر ليهوذا بأنه كان مسير، لا. وكانت تحذيرات المسيح السبعة دي اللي أنا قلت لكم عليها من شوية كفاية قوي لخلاصه. طب نيجي لسؤال تاني، هل تاب يهوذا؟ ده قال أخطأت إذ أسلمت دما بريئا، خذوا الفضة بتاعتكم أهي، قالوا له لا، رمها لهم في الأرض. عظيم قوي، أخطأت دي نقطة كويسة في التوبة، الاعتراف بالغلط، الندم الشديد، رجع الحرام اللي كان واخده، كل دي خطوات كويسة. لكن وبعدين كمل؟ ما كملش، راح انتحر وشنق نفسه ويئس من رحمة ربنا وما عندوش رجاء، وآخر عمل عمله ومات فيه كان خطية قتل، قتل نفسه، الانتحار. ودي خدعة تاني من خدع الشيطان. ساعات يجي الواحد تعبان من متألم في مرض، في مشكلة، في ضيقة، في ظلم، في غيره، ويقول له يا أخي الدنيا ما أنت روح انت ريح روحك، ده انت بس تاخد لك شوية أدوية كده ولا تبلع لك كم دواء مش هتحس بحاجة، وتبص تلاقي ارتحت من الدنيا ومن المشاكل ومن الحاجات دي. طبعا خدعة شيطانية بشعة، لأنه اللي بينتحر ما بيرتاحش، ده هيغمض عينيه ويفتحها يلاقي نفسه في جهنم. إن كان مش قادر يستحمل هنا قرات، يبقى مش هيستحمل 24 قرات من العذاب ومن الرفض الأبدي. فدي برضو من خدع الشيطان اللي قال دخل الشيطان في يهوذا، بقى ديمون بوسست، وكمل عليه، خلص عليه خالص بالانتحار. وده واضح طبعا الفرق بينه وبين اللي عمله بطرس. بطرس أنكر، كرر الإنكار، ولكن بكى بكاء مر. بطرس كان بيحب المسيح وأخطأ عن ضعف، لكن يهوذا محبة المال كانت أكثر من محبة المسيح، محبة السلطة والمركز كانت أكثر من محبة المسيح. علشان كده واضح أنه مهما أخطأت لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم. في سفر أمثال يقول الصديق يسقط سبع مرات ويقوم، يعني مهما سقط يقوم ينفض على طول. ده الفرق بين الخروف والخنزير. الخروف يحب فروته تبقى بيضة ونظيفة، إذا وقع ينفض بسرعة، لكن خنزير طبيعته يحب يتمرغ في الوحل على طول. عارفين القصة المشهورة بتاعت ميس بيجي دي، الواحدة أميرة جابت خنزيرة وحمتها في كلونيا ولبستها آخر شياكة وكل حاجة، وجابت لها سلسلة من ذهب تتمشى بيها. وبعدين أول ما قربت من مستنقع ومن بركة وحل وطين، راحت بكل الشياكة بتاعتها دي شادة السلسلة، ما كانت هتقعها لوشها، وراحت تتمرغ في الوحل تاني. دي طبيعة الإنسان الخاطئ اللي ما عرفش المسيح. لكن أولاد ربنا يكونوا زي بطرس، وده النجم الثاني هنا اللي هو كان قريب جدا من المسيح. المسيح كان بياخده معاه لما أقام ابنة ييروس، كان بياخده معاه لما في التجلي بطرس ويعقوب ويوحنا، حتى لما قال لهم روحوا شوفوا لي علية علشان أعد فيها الفصح، أكل فيها الفصح، بعت بطرس ويوحنا. فكان بطرس متقدم باستمرار وقريب جدا باستمرار من المسيح. وأبونا جورجيوس كتب لكم مقالة في العدد بتاع مارس وأبريل ده عن الدنايل بإنكار بطرس، وفيها تحليل لطيف وخطوات الرجوع وخطوات التوبة وبعض النصايح لها، في القسم الإنجليزي ممكن أن أنتوا تقروه. عايز أشير كمان لنقطة، إيه اللي خلى بطرس يسقط؟ هو كان بيحب المسيح وقال له لو شك فيك الكل أنا لا، لو أنكرك الكل أنا لا، أنا مستعد أموت معاك، وحماس عاطفي شديد جدا، ومع ذلك وقع.
أولا يقول تابعوا من بعيد، ثاني حاجة إنه الكبرية والعنطازة الزيادة لو أنكرك الكل أنا لأ، طب ليه يا أخي ما تشعر بضعفك شوي؟ يقول من يظن إنه قائم فلينظر لئلا يسقط، فما فيش داعي للتعالي ده وإنك تفضل نفسك على إخواتك وعلى الباقيين. ثالث حاجة إنه راح قعد في وسط الجواري يتدفى، يعني يوحنا تابعه في المحاكمة وتابعه عند الصليب، لكن بطرس أنكره وقعد في وسط الجواري يتدفى، وكانت النتيجة ثلاث مرات ينكر ويسب ويلعن إنه لا يعرف الرجل، ما يعرفوش خالص ومش فاهم هي بتتكلم بأني لغة وبتقول إيه، ولكن عموما عوضها بإنه رجع مرة تاني وتاب وبكى بكاء مرا. والمسيح قبله مقابلة خاصة بعد القيامة، ولأنه خاف عليه لا يبتلع من الحزن المفرط، وما كلمه قال له أتحبني ارعى غنمي، أتحبني ارعى خرافي، وطمنه أنه بيثق فيه وبيحبه، أنه كان عارف أنه هيعمل كده وأنه نبهه لكده، وقال له سمعان سمعان الشيطان طلب يغرب لكم كان حتى، لكن طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. فبنشوف هنا ان هجمات الشيطان ممكن تكون شرسة وشديدة جدا وممكن تضيع الايمان بتاعنا. رجع بطرس وعوض، وفي يوم 50 كان متقدم وامتلأ بالروح القدس واتكلم بقوة عظيمة جدا، ووجه اصبع الاتهام للأمة اليهودية كلها، وقال لهم انا عالم انكم بجهالة فعلتم كما اباكم ايضا، ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت بأيدي أثمة صلبتموه. إيه ده؟ شوفوا لما بعد عن المسيح شوية ابتدى ينكر ويخاف قدام جارية، ودلوقتي قدام اللي صلبوا سيده كلهم وبيتكلم بمنتهى القوة والعظمة وبتاع. في نفس الوقت لما جاه الروح القدس طبعا اداله كمان حكمة واداله معرفة، وتبص اللي بيقتبس من نبوات يؤيل قال لكم كذا، وعموس قال لكم كذا، والله تعلمت ده كله امتى، وفي مزمور 16 داود قال لكم كذا، دخلتش إكليريكية وما درستش ده كله، تحفظت ده كله امتى وتعلمت ده كله امتى؟ لك عمل الروح القدس عمل فيه، فصار رسولا عظيما. اخر حاجة بقى انه نيجي بقى للشمس، مش معقول هنتكلم على النجوم دي الصغيرة دي، النجم اللي سقط يهوذا والبطرس، لكن لازم نتكلم كلمة عن صاحب المناسبة كله المسيح. اشير الى انه اتكلم في عدة احاديث، وكان في له صلوات في جسيماني وفي الصلاة الشفاعية الأخيرة اللي حصلت في هذا اليوم. حديث منهم ابتدى يمهد لهم انه لازم يمشي، وانه خلاص الساعة بتاعته جت، وانه لازم يسيب العالم ويرجع الى الاب، ولازم يموت ويصلب في اليوم الثالث يقوم. حبة الحنطة ان لم تمت تبقى وحدها، لكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، كان بيتكلم على يرتفع على الصليب يعني. فالمسيح ما كانش جذاب بس لا في جماله الأبرع من بني البشر، ولا في تعاليمه الرائعة، ولا في فضائله الكاملة، لكن جاذبية موته وصلبه كانت يمكن أكثر كمان من جاذبية حياته كلها، لأنه قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه من أجل أحبائه. عايزين شهادة أعظم من شهادة أحمد شوقي أمير الشعراء ومسلم لما يكلم إبراهيم باشا ويقول له يا فاتح القدس خلي السيف جانبا، فإن الصليب لم يكن حديدا كان بل خشبا، وإذا رأيت إلى أين امتدت يده على الصليب يعني، وكيف جاوز سلطانه القطبة، لأيقنت أن خلف الضعف مقدرة، وأن للحق لا للقوة الغلبة. ده شهادة إنسان مسلم أمير الشعراء بيتكلم عن صليب المسيح بهذه الكيفية وبهذه العظمة.
قال لهم عشان انا قلت لكم ان انا ماشي ملأ الحزن قلوبكم، لا انا مش هترككم يتامى، انا هاجي لكم تاني وهتزوروني وتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. وفي وسط عمق الام واحزان ودي بص اللي بيكلم على الفرح والفرح الحقيقي اللي لا يستطيع انسان ان ينزعه منا، فرح المسيح في كل ظروف الحياه. وبعدين يقول لهم لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فامنوا بي، في بيت ابي منازل كثيره، والا فاني كنت قد قلت لكم انا امضي لاعد لكم مكانا، وان مضيت وعددت المكان اتي ايضا واخذكم حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. كلام معزي، كلام رائع، كلام جميل، في متسع للجميع، مترجمه في بيت ابي منازل كثيره. There are many rooms، يعني ما تخافوش ليكم مكان هناك، أنا عامل مكان لكل واحد منكم معايا في السماء. ويقول لهم أنتم الذين تبعتموني في التجديد أجعل لكم ملكوتا. حديث عن الكرمة، الثبات، أنا الكرمة الحقيقي وأنتم الأغصان، اثبتوا فيه، واتكلم على الثبوت فيه وأهمية الثبوت فيه، وقال ثلاث مرات اثبتوا فيه، اثبتوا في محبتي، واثبتوا في كلامي. ولو ثبتنا في محبته هنثبت في كلامه، ولو ثبتنا في كلامه ده حيقوي محبتنا له. الذي يحبني يحفظ وصاياي، وانا اظهر له ذاتي، واليه ناتي وعنده نصنع منزلا. فاتكلمنا على 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 الثبوت فيه، قلنا المرحله الاولانيه غسل ارجل، ادي البدايه التوبه. بعد كده المرحله المتوسطه الثبوت، لازم نثبت في المسيح كل ايام حياتنا، لازم نثبت فيه الى النهايه. وبعد كده يتكلم على الثمر، لما هتثبتوا فيا من بركات هذا الثبوت انكم هتاتوا بثمر كثير، بثمر جيد، ويدوم ثمركم. فمواصفات الثمار اللي المسيح عايزها منا النهارده، ثمر جيد، ثمر كثير، ثمر دائم، يعني مش يبقى فترات من العمر شوي كده وشوي كده وانت نعرج بين الفرقتين ونقوم ونوع، لا عايزنا نثبت فيه وناتي بثمر جيد وثمر كثير وثمر دائم. طيب وسائل الثبوت فيه، كلمنا على التناول النهاردة اللي أسسها النهاردة، قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أثبت فيه. كلمنا عن الثبوت عن طريق كلمة الله، إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. فيبقى كمان من بركات الثبوت فيه وثبوت كلامه فينا استجابة الصلاة، كارت بلانش، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. تقول أنا بصلي كتير وربنا مش سائل عني وما بيسمعش وما بيستجبش، ليه؟ لأنك ما انتش ثابت فيه، لأنك ما بتثبتش في كلامه، ما بتقراش الإنجيل، أهملت كلمته. في آية تخوفنا شوية وما احناش متنبهين ليه، جت في سفر أمثال 28 عدد 9، لما يقول من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته تكون مكره. من يحول أذنه عن سماع الشريعة صلاته تبقى مكروه. طب ليه؟ كأن ربنا بيقول أنت ما أنتش عايز تسمع لي، عايزني أنا أسمع لك ليه؟ مش هسمع لك، أنا أكرم الذين يكرمونني، أما الذين يحتقروني فيصغرون. فعايز صلواتك تستجاب وصلاتك تبقى محبوبة ويبقى مشتاق أنه يسمعك، أريني وجهك أسمعيني صوتك، يبقى لازم تقرا في كلامه كل يوم، اثبتوا في كلامي، ان ثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. وبعدين ثبوت عن طريق الخدمه، الخدمات المختلفه اللي المفروض دي تبقى حياتنا كلها، نقول نصنع خيرا زي ما كان هو بيعلم. كمان من احاديثه كانت على الروح القدس، اتكلم على الروح القدس، متى جاء ذاك يرشدكم الى جميع الحق، يبكت العالم على خطيه وعلى بر وعلى دينونة، ويأخذ مما لي ويخبركم، يذكركم بكل ما قلت لكم، الروح المعزي، روح الحق. فأتكلم على الروح القدس وعمل أعمال الروح القدس، هتلاقوا فيه مقالة كبيرة بمناسبة أنه يوم 50 هيبقى داخل في
أعداد بتاعت عدد مايو ويونيو فيما قال عن الروح القدس وعلاقة الروح القدس بخلاصنا، أنه من غير الروح القدس ما كناش نخلص، من غير الروح القدس ما كناش نعرف المسيح، لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. فكلمهم على الروح القدس، أرسل لكم معزيا آخر يثبت فيكم ويدوم معكم. اتكلم عن الأبناء والعبيد، لا أعود أسميكم عبيد بل أبناء، لأن العبد لا يعلم ما إرادة سيده، لكن أنا أعلمتكم بكل ما سمعت من أبي. لأن العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، لكن الابن يبقى في البيت إلى الأبد مهما غلط، ممكن يتأدب لكن ما يتردش. دي كلها حقائق جميلة جدا ورائعة ومعزية، مفروض أننا نعرفها. إحنا أبناء، الآن نحن أبناد الله، ولم يعرف بعد ما سنكون، لكن نعلم أنه متى أصغر نكون مثله، نكون معه ونكون مثله ونراه كما هو. وعشان كده قال متى صليت فقولوا أبانا. فإحنا أولاد ربنا، ما إحناش عبيد. لا أعود أسميكم عبيد تاني، خلاص تولدنا منه، تولدنا من الروح القدس، تولدنا من السماء الماء والروح، فبقينا أولاد لله وعرفنا بكل الأسرار بتاعة ملكوت السماوات. لما يقول سبحوا ومضوا إلى جبل الزيتون، سبحوا ومضوا إلى جبل الزيتون، دي عشان كده احنا بنيجي دايما بعد التناول ونقول سبحوا سبحوا الله، والتسبيح وقت التناول المسيح هو اللي وضعها هنا. وبعدين نشوف الصلوات بتاعته، الصلوات بتاعته، صلى في جسيماني 3 مرات وكرر نفس الصلاة، يا أبتاه إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، لكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس. مرة سألت البابا شنودة ربنا ينيح نفسه، قلت له ساعات بيعيبوا علينا أننا بنكرر الصلوات عن طريق صلوات الأجبية والحاجات، قال لي المسيح نفسه هو اللي وضع نظرية الصلاة المكررة وكرر صلوة واحدة 3 مرات في يمكن نص ساعة، في نص ساعة ما كملش نص ساعة وكرر نفس الصلوة 3 مرات. فمش عيب وما هوش غلط أبدا، لكن مهم أن بيبقى باستمرار قلبنا مرفوع عند ربنا. حين أرسلتكم بلا مزود أعوزكم شيء؟ قالوا له لا، ده كان امتحان. قال لهم طب دلوقتي أنا ماشي بقى خلاص، من هنا اللي ما عندوش كيس يجيب، واللي ما عندوش حاجة يدفع بيها عن نفسه يبيع ثوبه ويشتري له سيف. فردوا بسذاجة وقالوا له هنا سيفان، هنا سيفان، فقال يكفي. دي برضو من الآيات اللي مش مفهومة، صح؟ مش مفهوم، مش انه سيفين يكفوا، وإلا كان قال يكفيان من ناحية اللغة، لكن يكفي يعني بس بس بس، انتوا لسه صغيرين ما فهمتوش اللي انا قصدي اتكلم عليه. وقال لهم اسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. تكلم عن سيف الروح، ودول بيتكلموا قال معانا سيفين، واول ما جه بطرس يدافع عنه بقى في البستان وقطع ودن عبد الرئيس الكنل، رجع سيفك الى غمده. انت فهمت غلط، احنا بنستعملش السيف، احنا مش بتوع حرب، احنا مش بتوع عنف، احنا اللي بنكسب الناس بالحب مش عن طريق السيف والذبح والاجرام والارهاب اللي مالي الدنيا النهاردة، واللي بتسمعوا حاجات تشيب عنه في مصر وغير. رد سيفك، لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. آخر نقطة أتكلم عنها، لما قال له رئيس الكهنة بقى في المحاكمة، الأول كان صامت ما بيتكلمش، وده يسموه الصمت الكفاري، صعب الواحد لما يبقى تعبان ومتضايق ويتكلم يفضفض عن نفسه، لكن المسيح كان صامت خالص، يشرب الكاس للنهاية لغاية بقى ما وجه له القسم ده، قال له أستحلفك بالله الحي، قل لنا هل أنت المسيح ابن الله الحي؟ هنا حسب الشريعة والناموس مدام يوجه له قسم وحلفان يبقى لازم يجاوب، فجاوب قال له أنت تقول وسوف ترون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء عن يمين القوة بمجد عظيم. فالرجل اتسرع وراح قطع هدومه، مزق ثيابه، دي إشارة إلى انتهاء الكهنوت اليهودي.
وما فهمش الإشارة بتاعت المسيح اللي اتقالت. السؤال ده تلاقوه في متى 26 عدد 64، وتلاقوا الإشارة بتاعت المسيح، هتشوف ابن الإنسان جالس على سحب السماء عن يمين العظمة والقوة. كان بيوجه نظره إلى النبوة دانيال. يا حضرة رئيس الكهنة، كان مفروض أنك تكون حافظ النبوات ومذاكر النبوات، وفاتت عليك نبوة دانيال في أصحاح 7 عدد 13 و14 اللي بيقول فيها دانيال: ورأيت مع سحب السماء مثل ابن إنسان قربوه للقديم الأيام، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له جميع الشعوب والأمم والقبائل والألسنة. ملكوته ملكوت أبدي لا يزول، وسلطانه لا ينتهي ولا ينقرض. كان مفروض بيوجه نظره ان في نبوة عندك ابن الانسان اللي قاعد على السحاب ده، ما يبقاش انسان عادي ابدا. ما فيش انسان بتتعبد له الشعوب والقبائل، ما فيش انسان ملكوته بيدوم الى الابد، افهم. لكن كان فالت بنجر اخر رئيس الكهنة اللي حضرته تنبأ مرة وقال: خير لنا ان يموت واحد عن الشعب ولا تهلك الامة كلها، لاحسن يجي الرومان وياخدوا مملكتنا. أو حسب تفسير القديس يوحنا الذهبي الفم، قال إذا كان رئيس كهنة تنبأ إن واحد لازم يموت عشان يفدي. لكن طب تقول لي تنبأ يعني إزاي، وده كان رجل شرير وخاين وده. قال يعني إن ربنا أنطأ النبوة دي زي ما أنطأ حمارة بلعام نبوة في سفر العدد أصحاح 22 عدد 22: فتح الله فم الأتان فقالت للبلعام كذا وكذا. لكن هنا آخر حاجة يهمنا بقى، أننا المسيح رفع عينينا للسحاب وللمجد، وأنه هذا اللي تألم عنا واللي دفع الثمن بتاع خطايانا بهذه المرارة كلها سنراه على سحب المجد. هيجي منتصر، هيشوف ستراه كل عين، ستجثو له كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع رب لمجد الله الآب. ليت الرب يقوي رجائنا، إيماننا ومحبتنا ورجائنا، أننا عينينا تبقى دايما متطلعة للسحاب والمجيء الثاني، ونعيش سهرانين زي ما بنقوله في الصلاة الربانية دايما: ليأتي ملكوتك، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.